جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من أخطأ في حق والديه بأن قصر معهما وبدأ بينهما خلاف؟ هل التوبة تكفي في ذلك؟ وما الذي يصلهما من ذلك؟ من أساء إلى والديه بأي إساءة، سواء بالقول أو بالفعل أو بالمعاملة، هذا عقوق، هذا نوع من العقوق، فعليه أن يستحل منهما إن كان حيين أو أحدهما حيا، أن يستحل منه، يطلب منه المسامحة. وأما إن كان الوالدان ميتين أو أحدهما ميت وأساء إليه في حياته، فإنه فات استسماحه، ولكن يدعو له ويستغفر له ويتصدق عنه، لعل ذلك أن يخفف عنه مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم.